شنو هما الأطعمة اللي كيحتاج اللي الصديقه للناس اللي مرض بالغده الدرقيه. حنا باش نقولوا حيت علاش هذا السؤال مهم هذا، حيت كتجبر الناس المرضى ملي كيجيو عندك كيقول قالوا لي لا ما تاكلش هذه، لا كل هذه كل هذه. لا انا سولت الناس وحنا هذه الهضره كامله ما عندها لا علاقه من الصحه، حنا غير بالنسبه لينا حنا اللي كنعرفوا الناس اللي كيكونوا ساكنين جهه البحر قل من الناس اللي ساكنين في البلايص البعاد على البحر، سيطر في الجبال اللي ما فيهمش اليود. وحنا اللي كان اللي معروف الماكله اللي فيها اليود كثيره راه معروفه، هي الاسماك كل الانواع ديالها على حسب كل واحد والقدره الشرائيه ديال اي مواطن. اما هذا هو السؤال، اما باش تبعد من ماكله ولا تخلى ما هاد الاحتياطات راه ما كاينينش، زعما الواحد يعيش حياته طبيعيه.